أكيد كل مواطن سوري لازم يأدلي بصوته ويشارك. كمواطنين سوريين لازم نكون فعالين لنختار، نقدر نختار الشخص المناسب بالمكان المناسب اللي يقدر يوصلنا لأهدافنا. لازم يتمتع بكفاءة كتير عالية، نزاهة أعلى بكتير، تكون قادر أنه هو يشوف المواطنين واحتياجاتهم ويحققها. طبعا بنشارك، آخر نشوف الأسماء لقد المسؤولين من منطقة، بدنا يدير باله على الشعب، يعني متطلبات الحياة أقل شيء. إنه لازم يشاركوا بهذا الشيء كرمال إنه يعني الكل يعرف إنه البلد الحمد لله بخير وما فيها شيء والأمور كلها تمام. هذا واجب واستحقاق إلنا وهذا بلدنا، إذا إحنا ما كنا فيه وشاركنا فيه معناته ما إحنا موجودين، فأنا ما بسمح لحدا ياخذ صوتي، أنا بدي أعطي صوتي للناخب اللي بيستحق. بدنا الإنسان يكون صادق مع نفسه ومع ذاته ومع الآخرين. هذا الشخص اللي بدنا إياه. أكيد النزاهة، الأمانة، مصلحة المواطن، ما حدا انه يعني لا تتعصب لشخص انه مثلا بيقربك ولا هذا كذا ولا بالمكان الفلاني ولا ابن فلان، لا تعصب لبلدك، للمواطن شو بده، لوجع الناس الفقراء اللي عم تعاني. اكيد هلا نحن بدنا ننتخب الشخص الصح اللي يكون بالمكان الصح، مثلا اذا بتونا طرقات، يعطونا خدمات، مي، كهرباء، غاز، من هدول اللي بدنا ننتخبهم نحن لازم يعطونا اياهم. هلا انا بوجه لهم رسالة انه انتخبوا الشخص الصح، دائما تقوى الشخص الصح يكون على علم يعني مثقف، والمفروض كله ينزل ينتخب بس الشخص المناسب بالمكان المناسب. اكيد انسان اهم شيء يكون امين وعنده ثقه وانه العالم توثق فيه، وتقوى الشخص الصح اهم شيء، يكون انه الشخص الصح اللي الشخص اللي لازم يكون بمكان.